تفضلي. عندي كان واحد الطرط مالحه بالكفته. يلا طرطه مالحه بالكفته. نعم عندك لاباط فغيزي كلشي كيعرفو وين نعطيك المقادير ديالها. من الاحسن ناخذوها هي المقادير. عندك ربعه ديال الدقيق الفورص 125 غرام الزبده وبيضه كامله وشويه المليح. ايه كندسدس الدقيق مع الزبده والمليحه نمسسوها مزيان ونزيدو ديك البيضه كامله ما نزيدو لا ما لا والو بلا ما ندلكوها غير بالاصابع ديالنا نحطها في الثلاجه ترتاح. كناخذو واحد جوج بصلات كبار نشحروهم واحد جوج ريوز ديال الثومه وربعه ديال الكفته وكتشحريها مزيان تحليها. ايه وكتزيدي مليحه وبزار واحد جوج معالق ديال مطيشه الحك وضامه البنه اختياري اللي بغيتي. صافي كتشحري مزيان ملي كتبرد كنطلقوا ديك لاباط بغيزي ونديروها في المول ديك مشنف ونشكوها ونزيدوا ربعه البيضات على الكفته ونخلطوهم ونكبوهم في ديك لاطاخت وندخلوها نطيبوها. ملي كنطيبوها نخرجوها ونحكوا عليها الفرماج. ايه نتمنى يجربوها المستمعات وراه غتعجبهم. اكيد غتعجبهم. خفيف وزوين و... ايه فعلا ماشي ميضه ولا روز. هادشي اللي كاين. يعطيك الصحه. ايوا هادشي اللي كاين عندي وانا اول مره مشاركه اذاعيه معاكم وانا كنتسنت لكم مدمنه معاكم وانا ما كيساعدنيش الحظ. والحمد لله من اليوم ان شاء الله قلت لك الخط لان الشرف عائشه نسمعوا صوتك ومرحبا بك مرحبا بالمشاركه ديالك. الله يطول عمرك. كنتمنى تعاودي لي واخا كروصه ديال الحاجه امينه واخا ان شاء الله على راس العين. شكرا. صباحك مبروك. شكرا لك بزاف عائشه من رباط اول مشاركه معنا اذاعيه واكيد على انه دائما مستمعه وفيه كتواصل معنا وكتسمع لنا.